ومساء الخير مرة تانية من قلب شرم الشيخ، من قلب مدينة السلام، من قلب مدينة المحبة، من قلب المدينة اللي مصر اللي العالم كله اجتمع فيها امبارح والنهاردة واعتقد كمان بكرة. مساء الخير من سوهو سكوير، ازيك؟ مساء الخير من سوهو سكوير، حيث نبدأ لكم هذه الحلقة. والحقيقة أن أنا بحيي كل الجمهور طبعا اللي محيط بينا لليوم الثاني على التوالي، ولليوم الثاني على التوالي مصر بتؤكد نجاحها في تنظيم هذا المؤتمر الاقتصادي.